الجميلة الموهوبة المحترمة الفنانة يسرى، فنانة وامرأة. واحنا هنتكلم مع ضيوفنا اللي موجودين دلوقتي عن المرأة وتعيينها كمحافظ ودورها يعني بشكل عام. معانا الأستاذ نصر خطاب المحامي بالنقد والدستورية الإدارية العليا. شرفنا يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. والأستاذ أيمن محفوظ المحامي. أهلا وسهلا يا فندم. والأستاذة ولاء، الأستاذة لوحدها يا عيني ولاء عدلي سيد، محامية بالاستئناف العالي وعضو اتحاد المحامين العام. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك ونورتوا. شرفنا بحضرتك. استوديو RTC. وعايزين نفهم بقى مين اللي معترض على ان يبقى في سيده امراه محافظه ومين اللي موافق؟ انت اكيد معترضه. اكيد موافقه. انا مع المراه. شايفه ان المراه لها دور كبير في المجتمع المصري. وشايفه ان المراه هي نواه المجتمع وهي الاداه الاساسيه للنهوض بالمجتمع والمجتمعات العربيه بشكل عام. طبعا في الفترة الأخيرة أصبح للمرأة منصب قيادي، أصبح لها يعني قرارات مصيرية، أصبحت في وزارات كتير، وزارة الاستثمار ووزارة التعاون الدولي وعندنا وزارة الثقافة حاجات كتيرة جدا. فأصبح إن هي ليها دور كبير في المجتمع وبتاخد قرارات مصيرية. على مدار العصور المرأة قامت بثورات. المرأة إنسانة وطنية، خصوصا المرأة المصرية. المرأة المصرية لها دور كبير في المجتمع المصري. المرأة هي اللي بتربي، المرأة هي اللي بتعلم، المرأة هي القائد وهي العمود الأساسي للأسرة المصرية. المرأة لما بتكون متعلمة ومثقفة وعلى درجة كبيرة من العلم، كل ده بيأثر على أولادها، بيأثر على حياتها العملية، بيأثر على إن هي تربي نشأ متعلم مثقف، تربي نشأ ليه طموح، ليه اهداف في المجتمع. كون كمان ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل عام للمراه وكرم المراه، ده غير ان القران الكريم كرم ايضا المراه. احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه المراه مكرمه، المراه زيها زي الرجل بالظبط في الحقوق والواجبات. لما شخص بيعمل ذنب رجل بيعاقب عليه مثل عقاب المراه. ايضا في الميراث يعني المراه ليها انصبه والرجل ليه انصبه، طبعا بتختلف بالنسبه للجزء بتاع الانفاق اللي هو الراجل له القوامه بالانفاق. نعم. هو لذلك بيكون له قدر اكبر في الميراث. فطبعا لو اتكلمنا عن الشريعه الاسلاميه فهي كرمت المراه، ورسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام كرم المراه وقال رفقا بالقوارير ان المراه تكون دايما يعني ملكه. فما ينفعش احنا لسه الى وقتنا الحالي يا استاذه فريده ناس بتقول المراه المفروض تقعد في البيت ما تخرجش من البيت. لا، ده وقتنا اللي جه اللي جه. احنا كان عندنا ملكات من اكتر من 5000 سنه. انا عايزه اقول لحضرتك المراه كانت قائده ثوره 19، مين اللي قام بيها واللي خرج ليها النساء اخر حتى للثورات عندنا 30 يونيو، مين اللي قام وحشد والناس والمرأة المصرية كله ساب بيته ونزل علشان نبقى في أحسن حال، عشان نبقى في وضعنا وضع مستقر، وضع موضوعي، وضع غير متحيز لفئة عن أخرى. كل ده أثر في حياتنا واستقرارنا. فلما أجي أقول دلوقتي المرأة بتتولى منصب محافظ أو بتتولى منصب وزير، احنا عندنا في رؤساء جمهوريات سيدات في دول اخرى. ليه حضرتك الشعب ما طلعش يقول لهم انت ازاي تبقي رئيسه جمهوريه او ازاي تبقي رئيسه وزراء؟ يعني شوفي حضرتك لما احنا هنا نبقى محافظ سيده او وزيره سيده تلاقي زار، مع ان هتلاقي من ضمن المحافظين ممكن تكون واحده او اثنين او ثلاثه حتى من ضمن كام محافظه او من ضمن كام وزاره او كام مقعد في البرلمان. هتلاقي المقاعد كبيره جدا، نسبة النساء ابتدت تزيد في الآونة الأخيرة، وده لما أثبتت المرأة وكثفت مجهودها وبذلت مجهود مضاعف لتثبت ذاتها، مش مجرد إن هي بتبذل مجهود زي الرجل بس، لأ دي بتبذل مجهود مضاعف وتأهل نفسها وبتاخد دورات تدريبية وكورسات، وعايز أقولك بتدرب ناس ورجال ممكن يكونوا في قيادة أقل منها. المرأة بتستشير، المرأة بتسافر العالم، تتجول في العالم كله عشان تاخد خبرات. والمرأة أثبتت نجاحها وصمودها واستقرارها
وان هي جديره بكل اهتمام ورعايه وجديره بكل منصب قيادي تتولاه، وهتثبت نجاحها وان شاء الله في مزيد من المراكز القياديه للمراه، وان شاء الله المراه بتقود العالم بجانب الرجل، مش هبقى متحيزه ولكن بجانب الرجل، لان هي حضرتك احنا مش عايشين في المجتمع مراه بس او رجل بس، الاثنين الاستاذ انا يا الاستاذه غلاء انا بشكرها وبحييها على المقدمه الجميله اللي بتقولها ديت. يعني انت حضرتك جايه تقول لنا فن المراه، احنا كلنا مقدرين فن المراه وعارفين دورها كويس جدا جدا جدا، والست هي الام هوجة وحبيبه والصديق وكل حاجه والبنت وكل حاجه. وانا مش هنقعد نقعد النهارده نتكلم في الست ايه، لا الست دورها عظيم، بس انا مستغرب ان حضرتك يعني تنازلتي عن ادوار الادوار اللي ربنا خلقك عشانها الاساسيه. مين قال تنازلت؟ تنازلتي من المحافظ، من نكون محافظ طبعا انت عارفه يعني ايه محافظ، يعني محافظه كامله شايل همها طبعا. هل الست وبالذات لو كنت تتعين فيها ست محافظه قبليه وفيها عائلات، هي تقدر تحل المشاكل دي ازاي؟ وبعدين الست او ممكن تكون نائب محافظ، مع ان لينا تجربه مريره قوي 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 مع تجربه نائب المحافظ في اسكندريه. يعني حضرتك عايز نندر زي ما احنا كده؟ لا انا ما قلتش كده يا فندم. ما هو لازم نبتدي. انا قلت بس السيده الست يعني رغم ما احترامي الشديد ليها وتقدير دورها الجميل الا انها لا تصلح ان تكون قائده لمحافظه. ليه لا تصلح؟ في اسباب كتير. في اسباب كتير. اهم سبب العقليه اللي بتتعامل معاها، العقليه رفض، العقليه دي كانت محتاجه تدريب وتعليم وتوجيه عشان خاطر تاكد ان الست تصلح لهذا القياده. انا عارف المجتمعات كتيره يعني الناس بصفه عامه رجال وسيدات يرفضوا القياده للست. انا متاكد من ده لان انا متعايش مع الكلام دوت وحتى في كتير هم او ثقافتهم كده. هم ثقافتهم كده اتنشأوا على كده، صعب ان هم، انا بتكلم على الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي، صعب ان هم يتقبلوا بفكره ست تقود محافظه كامله. زائد ان الست عندها مشاكل كتير طبعا، وانا بقول ان الست تصلح تكون بيقوم بادوار كتيره جدا مهمه جدا في الحياه. انا ليه متخيل ان الست سايبه دورها وراح تنافس الراجل في دوره ودور القياده؟ احنا عارفين ان دور المحافظ هو دور قيادي، دور فارس، راجل بيحل مشاكل، عنده مشاكل كتير. واحنا مش هتحاجك بالدين. احنا عارفين ان الدين بيقول ان السيدات في الشهاده، يا استاذه بتبقى عارفه ان شهاده الرجل بتتكلم بسيدتين، حتى لو واحده من الست فكرت الثانيه تفكرها. ده خير الجماعه التانيين انهم بيبصوا كده للمراه، اذا كان حضرتك محامي وعارف انت محامي وعارف ان في ست في المانيا بتقود شعب من اكبر شعوب العالم. واحنا هنفصل يا فندم طبهم على بقى سلاحنا. لا يا فندم ما ينفعش. بص اقول لك على كل دوله ليها ظروفها وكل مجتمع ليه مشاكلها. على حاجه اقولها لحضرتك، حضرتك لاي زعيم في العالم، اعظم زعيم في العالم، ايوه، ما كان له وجود لو لم تحمله امراه. طبعا. ما هو ده دور المراه الحقيقي. لا لا ده دور المراه الحقيقي. لا لا ما تنافسنيش، ما تنافسنيش في القياده يا دكتور. ليه ما تنافسني؟ ليه؟ ما تنافسني عشان تتشطر وتبقى كويس، ليه عايز تنام كده والست ما تنافسكش وتبقى انت اللي واخد كل حاجه ببلاش؟ الرجاله تنافس بعضيها. تعليق بس على اللي قاله استاذ ايمن، وانا يعني بوضح بس بعض الامور. هو بيقصد ان السيده او المراه عامه في الحياه المصريه او في مصر انها لها مناصب اخرى اهم من المناصب القياديه وادوار. انا بتفق بس عشان يعني البدايه كده، انا بتفق ان السيده تكون في مراكز قياديه وتكون قادره ان شاء الله وتنجح فيها. ولكن هرجع بس للاستاذ ايمن، هو بيقول النهارده ان في مشقه هتقع على هذه السيده او محافظه في حل مشاكل المحافظه بكام. يعني النهارده مثلا انا افترض بدل محافظه دمياط محافظه في راجل قبلي محافظه الصعيد، هل النهارده وفي مشاكل سعريه وفي مشاكل كتيره جدا يعني اقتصاديه هناك، النهارده هل هذه السيده محافظه هتقعد وهتبقى متواجده في وسط هذه الاجابات الكبيره؟ طبعا فالموضوع صعب. انا ما بتكلمش، انا هرد بس بعد اذنك. انا النهارده هنرجع لتاريخ مصر طبقا لجهاز تراقب الاحصاء في وجود المراه في العمل العام او في العمل الحكومي حتى. احنا عندنا سنه 2015 كان في كم 89 سيده عضو برلمان.
وده كان اكبر عدد موجود السادات. طب ما السادة هنا بتمثل برضو شعب وبتمثل قرى وبتمثل محافظات وبتتكلم باسمهم بعيد عن المحافظ والعمل الاداري. انما النهارده وهي منهم محافظ 75 منتخبين، 75 سيده المنتخبين 2015، وده كان اعلى نسبه من سنه 75 في البرلمان. طب نيجي لسوق العمل. النهارده سوق العمل السيده بتحتل نسبه 22% مقابل 75% للرجل. طب النهارده سوق العمل ده محتاج للسيده. السلام عليكم استاذه فريده. عليكم السلام. منوره الدنيا يا فندم، مبروك البرنامج. الله يخليك. انا احيي اولا ضيوفك الكرام واحيي كل الساده المشاهدين وكل من وراء الكاميرات. حضرتك انا احيي كل سيده بتقوم بواجبها تجاه ابنائها وزوجها ووطنها. برافو عليك. ست بيت لا تقل عن الست وزيره. الست مكانتها في بيتها لا تقل عن السيده وزيره، ومكانتها في شغلها لا تقل عن السيده وزيره. معلوم ان المرأة يا فندم معروف ان عمرها العقلي بيسبق العمر العقلي للرجل، تمام؟ وانا بدعي من ربنا ان الست اللي تولد امر ما قيادي انها تحكم عقلها ما تحكمش العاطفة بتاعتها يعني. ولكن بالنسبة للقيادات العليا يا فندم، الاستاذة المحترمة الضيفة الكريمة المحامية قالت حديث هي بتقصد بيه ان سيدنا محمد كرم المرأة لما بتقول ان سيدنا محمد قال استنصب القوارير خير لهم النساء. سماه القوارير يا فندم لانهن خلقن من بناء الاعرج حنينه طيبه، يعني معلش اقل حاجه تكبرها. الست في راسي هي امي، هي اختي، هي زوجتي، وانا احترمها وهي لو رئيسه ليا القياديه ليا انا احترمها وانفذ تعليماتها لان تعليماتها من واجبات الوظيفيه. ولكن في القيادات العليا اللي زي اللي انتم في سياقها، عفوا انا افضل الرجل ولا افضل المراه. نعم. شكرا يا استاذ احمد، الف شكر. شكرا. ايه رايك في الكلام ده؟ شوفي حضرتك، احنا اهم حاجه عندنا ايه؟ كشعب. مش اهم حاجه ان احنا عندنا يعني احتياجنا لمحافظ عنده مبدا النزاهه وعنده مبدا الشرف. هو الراجل ما عندوش نزاهه يا استاذ احمد. معلش بقى ما تقطعش الدنيا. طب هو يعني بتقول ايه؟ المحافظه هي اللي بتقول لو سمحت. انا بقول ان اختيارنا احنا كشعب اللي يهمنا ايه في المنصب نفسه او اللي بيقود المنصب، مبدا النزاهه ومبدا الشرف ومبدا القياده، انه شخص يكون قائد ناجح، تمام؟ ده اهم حاجه عندنا. اللي هيتولى المنصب ده سواء امراه او سواء رجل، احنا كشعب يهمنا مبدا الكفاءه وليس مبدا الجنس اللي هو رجل ام امراه. ففكرة الكفاءة لما تبقى هي السائدة في أي شعب متقدم هتلاقيه في أعلى المراكز، سواء تربية، تعليم، محافظ، سواء وزارة، سواء رئيس مجلس وزراء، سواء رئيس جمهورية، سواء أي منصب في الدولة. لما يتولاه الشخص ذو قيادة ناجحة، ذو عقل سليم ويتخذ قرارات صائبة، ذو نزاهة ويكون نظيف اليد. نظيف اليد أي أنه لا يتولى أي رشوة من أي جانب. هي دي المعايير، هي دي المعايير، هي دي المعايير المفروض تكون سائدة. أنا لما يكون قدامي رجل وقدامي امرأة ويبقى عندي معيار للاختيار، هختار الأحسن وهختار الأكفأ سواء رجل أو سيدة، تمام؟ أيا كان. خبرات أبدلة؟ شوف يعني انت حضرتك لو خدت خبرات قدنا. شوف حضرتك يعني انت حضرتك الخبرات دي حكيتي بالشارع وعرفت الناس. الخبرات دي بتتقاس ازاي؟ وخبرات حضرتك زي الراجل. الخبره مش ان انا اقعد مع واحد واشوفه بيعرف يتكلم ولا لا. الخبره ان انا قبل اي شخص ما بيجي يتولى منصب قيادي بيبقى فيه مقابلات مع ناس ذو خبرة. لما يجي يتكلموا معاه ويشوفوا السيرة الذاتية لهذا الشخص او لهذه الامرأة، هل هي على قدر من العلم، السن قد ايه، ايا كان وضعها يسمح بتولي هذا المنصب ولا لا. يعني انا بفضل الست تبقى هي اكثر خبره واكثر احتكاكا بالمنصب. انا ما قلتش ان انا اسمع بس
احنا مش جايين نتخانق, احنا جايين حضرتك الكوري بتدور على حد المزاح, المزاح عند الستات, لا المزاح عند الرجاله. انا بقول الموضوع ده بس الصفات, انا بقول فكره الكفاءه والنزاهه هو ده معيار الاختيار السليم سواء رجل او امراه. يعني انا ليا اتنين متقدمين لوظيفه, اي وظيفه في بنك, عندي راجل محافظ ثواني, عندي راجل محدد, يعني حد محدد محاميه وبنساعدك واقفين معاكي, واحنا اعترضنا حضرتك محاميه ضدك بالعكس, احنا فرحانين بيكي عشان حضرتك دورك محدد وما بيتعارضش مع مع دور امراه. دور دور امراه تمسكي منصب قيادي وتحكمي على ناس بشنبات ايه؟ يعني ايه؟ انا بس اكتر من انه هو منصب قيادي. انا شايف ان القياده السياسيه بتكرم المراه ان هي توليها منصب المحافظ, ده تكريم اكتر منه تكليف. وده بنشكر القياده السياسيه على شوف الاستاذ سليمان من الايوبيه. اتفضل يا استاذ سليمان. الو, اهلا, مساء الخير يا استاذه فريده. مساء النور, برحب بكل الساده الضيوف اللي مع حضرتك. تسلم. وبحب اودي رساله للاستاذ ايمن في الاول ان تكريم المراه لا يكون بالتنمر ليها ومحاوله رفع الصوت عليها ومحاوله ترسيخ ارائها, لان الاستاذه اللي بتتكلم قدامه بتتكلم على وجود كفاءات المعيار الاساسي للكفاءه او لتولي المنصب فيها بيبقى على الكفاءه مش على الجنس. ده هو النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه, لو حضرتك هنبص تاريخنا ورا هنلاقي حتشبسوت ونفرتيتي وشجره الدر ونماذج ما اكثرها في تاريخنا اللي بتعبر عن موجودين دلوقتي. دول هي نفرتيتي هنا موجوده وكليوباترا حضرتك موجودين لان في حركه وهابيه داخلنا عبر صحراوات محمله على يعني اجنحه الجراد مسكت الهويه المصريه اللي حضرتك مستفيضها, فبقت بالضروره ذكوريه المجتمع هو السيده فيه اللي بيصمد. مش عنصريين, انا مش عنصريين, ان القياده تكون للرجل كده عنصريه. السياده للاكفأ بغض النظر عن الجنس. السياده سؤال على الهوا, يعني حضرتك لو سايق عربيتك مراتك عايزه ايه من القياده هتخليها ايه؟ بس سيبه يتكلم, انا بسأل سؤال على الهوا. بتسأل من خمس كلام, مش عيب انها تقول. مش معقول. حضرتك اسمح لي اتكلم وبعدين بتكلم براحتك. هو كده. اتفضل. بما اننا بنتحدث عن مجتمع يسود دوله القانون والواجب والحق, فالمراه نصف المجتمع, لها ما للرجل وعليها ما على الرجل. انا عايز اسال السؤال ده يجاوب عليه. نفس الفرص في المجتمع بالتساوي بين كافه المواطنين بغض النظر عن لونهم وجنسهم وشكلهم واعتقادهم الديني, وبالتالي احنا هنقع في مشكله بعد كده. المراه ما لم تصل الى بالكفاءه الى المناصب او المنصب اللي تستحقه. دحين اسال السؤال, استنى اسال السؤال قبل ما يقفل. ده استاذ مولس ما فهمش. اتكلم حضرتك بس. اذا راح بس وقف لما يقرب بالسؤال, لان لو زوجته اكثر منه في القياده ما قلنا ما يخليها تسوق العربيه واقف جنبها. لحظه بس, احنا هنكمل القياده المفارس. لحظه, ما لحظه. طب المفارس مع العربيه يعني؟ القياده بتبقى في الشارع العام, المفارس في المطلق. ايوه. الو, اهلا, ازيك يا استاذه فريده؟ يا اهلا يا اهلا. والله احنا في الحنين بالبرنامج بتاع حضرتك قوي, وربنا يبعد عن حضرتك اعداء النجاح. يا ربنا يخليك يا حبيبتي, شكرا. السؤال ده يا استاذه فريده اصلا ده في ملعب حضرتك, يعني حضرتك اللي بتتنبهني الحريه والمراه وبتنصفينا على طول. وبعدين انا يعني انا في اعتراض على الاستاذ ايمن بنرفزته
زيادة على رقم اثنين استاذ ايمن مركز على النوع، احنا مش بنركز على النوع وبيقول الشهادة ان المرأة نجيب اثنين والرجل واحد، ده مش بيان. مش معنى ان احنا بنشاهد بالمرأة اثنين ده بينقص من قدر الشيء، احنا بنركز على الكفاءة زي ما الاستاذ قالت. هو اللي بينجح الاسرة اصلا قبل ما نبتدي ان المرأة تمسك محافظة نتكلم على الاسرة، الاسرة اللي بتنجحها من المرأة مش الرجل. المرأة رغم قيادتها الصح وتدبيرها في البيت وقدرتها للبيت، مش بيت مش هينجح، وبيخليها تنجح في البيت يخليها تنجح وتمسك محافظة، تمسك رئاسة الجمهورية. لأن المرأة دلوقتي رزق، المرأة دلوقتي بقى لها كيانها، المرأة ممكن تدير البيت من غير رجل أصلا، المرأة بتنجح، المرأة اللي بتطلع الدكتور وبتطلع المهندس وبتطلع الأستاذ أيمن. واحنا كلنا فالمرأة دلوقتي أهم حاجة، وسيادة الرئيس كل تركيز دلوقتي على المرأة. ما عادش حاجة اسمها راجل وامرأة، مركز في النوع دلوقتي، ما عادش حاجة اسمها القيادة خالص. كلمة عايزة ايه؟ المرأة مية كل حاجة دلوقتي، ما عادتش حتى نص المجتمع، المرأة عادت المجتمع كله، تشتغل بقت سفيرة، بقت وزيرة، اللي خلاها تبقى وزيرة مش هيخليها تبقى محافظ يا أستاذ أيمن. الوزيرة ليها برضو مهام أقل من الوزيرة كمان أكبر، اللي خلاها تبقى وزيرة بتقفل الساعة 3 محافظة مثلا، مش معنى ليه مش هتعرف تلاقي بعيد يعني تروح بيتها تشوف عيالها. ما تخلوش عن عيالكو، ما تخلوش عن بيتكو. يا واحدة هي راحة تبقى محافظ تبقى عادة ملهاش عيال، ملهاش عيال كبروا. المرأة لو قعدت في البيت مش هتمشي يا بالظبط كده يا ست. المرأة فوق دماغنا وانا مع حرية المرأة، بس ما تبقاش محافظ. المرأة تمسك وزيرة يخليها تمسك محافظ، تبقى محافظ في محافظة دمياط. يعني انتوا شايفين ده مناسب؟ دي محافظة دمياط يا جماعة، محافظه قبليه وليها عقليات زي باقي المحافظات، يعني هي ناقصه رجل هتحل برافو عليك. المشاكل يعني بتاع دمياط هي قبل الباقي. اللي بيفرق ما بيني وبين حضرتك في القياده ايه؟ العقل والخبره. هي يعني غير عقل الراجل بيحتاج بالخبره اكتر، الكفاءه. طيب وما لهاش علاقه برجل او امراه، ما فيش حد ما بيخدمش اختيارات القياده كفاءه بالظبط. ايه المشكله بره؟ هو الامثله مش ابدي، كل الامثله كانت فاشله، يعني اغلب الامثله فاشله. الكرسي مش ابدي، الراجل كان الامثله فاشله، اغلب الامثله فاشله. لا مفيش حاجه اسمها فاشله. طب ناوي محافظ اسكندريه فين؟ ايه فاشل ده؟ مش محافظين اللي قاعدين فيها، وفي رجال كتير تقاضوا رشوه بيعملوا حسب جنايه مالهاش علاقه. لا مش قياس، مالهاش علاقه خالص، امراه ولا راجل. احنا بنقول ده بس برافو يكون تمام يا ست هاني والله، يكون في بعض المناطق القياديه التي يكون فيها ليس لها مشقه بالنسبه للمراه. هو ده المقصد، احنا بنعطف على المراه، احنا غالبا احنا بلاش عطفك والنبي يا كده عطفك ده يا هو العطف اللي فيه محافظ. وبعدين عندك حتى امريكا كان في ست بتاع ده هيلاري كلينتون كانت ممكن تبقى قائده العالم، كنت هتعمل ايه انت بقى؟ بالظبط امريكا، عارف في امريكا مش حاجه لا احنا مش هنفصل بقى طول الغرب على بعض، لا زينا زي لا احنا مش زي حد، احنا لا طب لا احسن طبعا، وكان عندنا ملكات قد العالم كله. عايزين قائد رجل. تمام. مفيش حاجة اسمها عايزين قائد رجل. طب انا ممكن اقول كلمة. ما هو في قائد رجال. بمشاعرك الست بطبيعتها رومانسية وطيبة وحنينة. انت طاهرة؟ انت بتحكم بمشاعرك أكتر من العقل. نشوف الأستاذ عبد الفتاح من القاهرة يمكن يقول لنا حاجة. بس أستاذ عبد الفتاح أهلا وسهلا. أستاذة فريدة أنت منورة الدنيا كلها يا أستاذة فريدة. ربنا يخليك. الله يحفظك. المرأة المصرية اجمل امراه في العالم وتصلح للقياده، واسمحي لي ما تقطعيش عليا اقول لها ليك التحيه يا بنت مصر، تسلم عيونك، يا كلمه حلوه يا بسمه حلوه، الله يطولك، وفخوره بقفرك وسعيده بانك فلاحه وبنيتي حياتك بكفاحك راضيه ومرتاحه، لو بحر الدنيا موجه عالي الاقيكي احسن سباحه، وفي نهضه بلدك بتشاركي وليكي دور فعال، وحياتك جد وطول عمرك تطلعي اجيال، والعلم سلاحك ونجاحك خطوته اميال، اولادك على حب بلادك ربيهم، الله فجر الخير بكره بنوره ينور ليهم، دعواتك دايما في صلاتك ربنا يحميهم، ليك التحيه يا بنت مصر تسلم عيونك
يا كلمة حلوة يا بسمة حلوة الله يسولك يا أستاذة فريدة. أنت مثال للمرأة المصرية. تسلم أنت يا أستاذ عبد الفتاح. تسلم احنا بنحييه كلام من ألف شكر. شعر جميل. والله هو يعني احنا بنقول أنا يعني برضه رجعنا في نفس سياق الموضوع. احنا بالنسب بتاعتنا في جمهورية مصر العربية لا أنا بقول إن في أعداد كبيرة. 30% سيدات بتعول أسر مصرية. تخيل حضرتك احنا عندنا منى من القاهرة دلوقتي يمكن هتقول لنا حاجة برضه تسري هذا الحوار العنيف. أستاذة منى ألو مساء الخير. مساء النور. طبعا أنا بهنيك يا هدى فايدة على البرنامج الجميل اللي أنتي لقاك عاملاه دوت. وعايزة بس حاجة من غير ما حد يقاطعني، أنا عايزة أقول إن مصر بيقاطعها أو بيقاط البيوت اللي فيها وبيصرف على البيوت. معظم البيوت بتاعت مصر بيصرفوا عليها سيدات وبيوصلوا لأعلى المناصب. حتى لو بصينا لبعض الدول المتقدمة في العالم زي سويسرا والمانيا وبريطانيا بيقودهم سيدات. وزمان حتشبسوت وعندنا ناس عظماء من ايام الفراعنة في البطرة وحتشبسوت شكرا في الدورة كانوا بيقودوا يعني دول سيدات. فالست المصرية معروفة انها دماغها حلوة جدا بس عايزة فرصة. طب ينقصها الفرصة. الست المصرية لو تولت منصب وتولت فرصة يعني سمحت ليها الفرصة خلاص ان شاء الله هتثبت جدارتها. عندك ادوار مهمة انت المحافظة في العالم المتقدمة هنلاقي بياخدها الست. انا مش عارف حكاية البلد المتقدمة ولا حاجة محرماهم بالعكس. انا مش عارف حكاية البلد المتقدمة معانا فيها ايه. انا هو على فكرة مش معنى ان المرأة تبقى محافظ او تبقى وزيرة ان هي ترمي عيالها وبيتها. محدش قال كده خالص. محدش قال انها ترمي عيالها ومقدمين ليه فريدة. بس انا بقولك انسان لسه بنقول هذه النسبة اللي هي 30% من الاسر المصرية سيدات بيعولوا وصرفهم بالكامل. عيال جميل وعمل اولاد وعمل وينفعوا. فاحنا احنا مش يعني احنا مش خايفين. احنا من ايه؟ هو خلاص ما مش مؤثر يعني نسبة 30% مش مؤثر. انتوا خايفين من نجاحها؟ عايزينها تنجح. احنا كلنا بنحب انا مش فكرة الناس الشعب شعب دمياط. وانا تواصلت مع ناس كتير قوي من شعب دمياط مش متقبلين فكرة ان يكون قائدهم ست. ثقافة انا بقول ثقافة يعني مهلهله وثقافه. طب ما اما تنجح وتاخد دور اما تبقى تنجح يمكن يغير المفاهيم دي اما تبقى تنجح. طب انا يعني احنا شغالين على هذا. طيب ما بس الست ده كتير قوي. ما هو بعد احنا مش عايشين دلوقتي بسيادتنا. خلاص يعني مش خلاص ست وكل الدنيا قاعدين على قضيه المحافظ. بس المحافظ انا بتكلم ده وزراء جمهوريات في الاماكن المتقدمه وفي بلاد المتقدمة. خلاص عايزين بقى هي المحافظ دي اللي هي الانسان الناجح. الانسان الناجح ندعمه كلنا ايا كان امرأة او رجل. يا ستي اتمنى ان انا احسن مقام سياسي للمحافظ السيدة هو مقام السياسي للوزيرة ولا انا غلطان. عاطف من القاهرة معانا. عاطف من القاهرة استاذ عاطف اهلا. عليكم السلام. أو حضرتك احنا عندنا اتنين نموذج للسيدة. محافظ البحيرة ومحافظة البحيرة معروفة بكبر حجمها وسيدة رائعة تقود محافظة كاملة مرت بالعديد من المشاكل اخرها مشاكل السيول اللي حصلت مشاكل التعابين اللي حصلت. المستوى بتاع ابناء المحافظة اللي فيه كثير من الحاجات القبلية والعائلية وهي تقود بجدارة فائقة جدا ويشهد بذلك أهل البحيرة. وبالنسبة للمنصب القيادي للمرأة وتسيب أولادها عندنا وزيرة الشؤون العاملين بالخارج الدكتورة اللي بتسافر وتسيب أولادها وتطلع تحل مشاكل المصريين في كل دول العالم. أيوه. فإحنا عندنا اتنين نموذجين قدامنا، واحد خاص بالاولاد والثاني خاص بمحافظه كبيره زي محافظه البحيره. والحمد لله سيده فاضله وجميع اهل البحيره بيشيدوا بالنجاح والحاجات الموجوده في المحافظه دلوقتي. الحمد لله. بس استاذ ما تمشي عليه حد. طب بس تسنيه فرصه تكون سيده نجحت.
قد تكون نجحت. ليه مش هنقيم عليها؟ ليه السؤال ليه بتفترض الفشل؟ ما انا بنقول لك الفكره اصلا مش متقبله من المجتمع. متقبله ليه بقى؟ ما هو لسه مش متقبله. اسالي بقى المجتمع. حضرتك بتتكلم باسم الطبقه او الفئه اللي رافضه. طب والست لما تكون في مركز كويس سمعتهم قالوا ايه بقى؟ قالوا سبب الرفض ايه؟ الفكره اللي اصلا مش ايه؟ هل السبب موضوعي ولا سبب دوري؟ احنا بنسالوا ده موضوعي طبعا. حضرتك مش فاهم الفكره. هيتعاملوا معاها ازاي؟ هينجحوها ازاي؟ السبب ايه؟ ما هو انا مش مقتنع بيكي. هنجحك ازاي؟ السبب ايه؟ هي نجحت خلاص. انا مش فاهم يا جماعه. اجهزه تنفيذيه ده استثناء. انا عايز اعرف مين اللي بيكمل؟ استاذ دكتور عاطف عايز يكمل. ممكن يا استاذ؟ اتفضل. اتفضل. استاذ عارف. اوكي استاذ عارف. الو. ايوه. تحياتي لحضرتك يا استاذه فريده. يا اهلا وسهلا استاذ عارف. وانت منوره الشاشه. ربنا يخليك. اولا كل التحيه للمراه المصريه لان هي الام والزوجه والابنه والاخت. المراه المصريه بتمثل 60% من المجتمع المصري. المرأة المصرية يحق ليها ان تشغل اي منصب في الدولة طالما هي كفء للمنصب ده. المشكلة حصلت فين يا استاذة فريدة؟ في السبعينات دخلت على مصر غزو اخواني وهابي. هذا الفكر الاخواني الوهابي لا يحترم المرأة، ما بيحترمهاش. الفكر ده اشتغل على طمس هويتنا المصرية. الفكر ده آن الأوان إنه يرحل يسيب مصر الناس الطيبين. ده احترامها. يسيب مصر الناس الطيبين. هذا الفكر العفن العفن الذي ينظر للمرأة كغريزة جنسية فقط. إحنا شفنا ناس عندهم فكر إخوان وهابي عايز يتجوزها وهي سنها سنتين تطلع وعايز يدخل بيها لما تطيق. إيه معيار طاقة؟ فرخة نوزنها لو هي 50 كيلو تطيق 49 لا تطيق. ايه اللي بيحصل ده؟ لابد بتخلط الاوراق كده. انت كده بتخلط الاوراق. الزمن ده اكتر واحد بيهاجم الفكر العافي اللي انت بتقوله ده. مش عارف حاجه. انت مش عارف حاجه. سيبنا ندافع عن بلدنا. بنضايق ايه؟ ندافع عن هويتنا. ايه؟ احنا بنحارب. انت بتعرف انت بتتكلم عن مين؟ بتتكلم مع مين؟ ومش هتفهم. وانت اللي فاهم؟ سيبنا ندافع عن بلدي. بلدك اختصرتها في المرأة المصرية تبقى محافظ؟ هو ده احترامك للمرأة المصرية؟ أنا قلت إن هي تحترم بشر. تحترم فوق دماغنا كلنا، الست المصرية فوق دماغنا، ولولا الست المصرية ما كنا. إنما الست المصرية ما تكونش قيادة في محافظة زي المرأة الميتة. يعني شكرا يا استاذ. ومعلش انت شايف ان لو سمحت يعني لو تكرمت تسمح للاخرين يبقى لهم وجهه نظرك غير وجهه نظرك. ما بيخلط الفرق. انت رايك انا اللي بحارب اللي فكر محاربه المراه يبقى لها غريزه. ان اي حد مختلف معاك يبقى هو ده غلط. لا مش كده. انا بحارب طول عمري بيقول اللي هو ده فكري. لا لا انت بتطبقه. لا ما طبقوش خالص. مين معانا؟ استاذ ابراهيم من القاهره. استاذ ابراهيم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه فريده. يا نجم دايما في علاله في السماء. الله يخليك. انا بحييكي وبحيي دبر الكرام. بس انا عايز اقول كلمه بس بخير فاضل اللي هو متحمل على المراه. انت متحمل ليه على المراه؟ المراه دي فتحت الحياه. المراه دي فتحت الحياه. من غير مراه مفيش فتحه. انا عن نفسي اشك ان حضرتك بتعامل مع في البيت. شكرا يا استاذ، الف شكر. مين؟ استاذ ايهاب من دمياط. اهلا وسهلا بدمياط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف مبروك على البرنامج الجديد. واحنا يوم الخميس الدكتور منال تولت مسؤوليه محافظه دمياط. كلنا باذن الله عاملينها طبعا. دمياط المحافظه الجديده. احنا سامعين عنها كل خير. الو. ايوه عايزين نسمع صوتك كويس. علي صوتك.
احنا والله طالعين على الدكتوره منال كل خير. ايوه كانت نائب محافظ الجيزه وست كانت بتنزل الشارع وست بمليون راجل واحنا عايزين كده. وبعد ما اكبر مثال انت كنت واقف 30 ست ضد الجماعه الارهابيه بالظبط. الست المصريه ست قويه ولما تديها الفرصه تبقى قد المسؤوليه. والرئيس السيسي مش هيجيب لنا اي حد وعندنا نماذج في الوزاره عندنا نماذج سيدات في الوزاره ناجحين بالظبط وكلنا باذن الله مع الدكتوره منال ان شاء الله وربنا ينجحها وينجحك ينجحها بيكم ومعاكم وربنا يوفق كل الجماعه المصريه. انا بس انت لحظه بس طب اتفضل اقول جمله واحده بس اتفضل. انا بحترم الست المصريه والست المصريه فوق دماغنا والست المحافظه مش معترض على تعيين السيده المحافظه الفاضله دي بالذات انا معترض على فكره ان يكون السيده هي محافظه وبالذات محافظه زي دمياط انما الست المصريه فوق دماغي وبحترمها واتمنى ان هي تنجح. انا ما بهاجمش الست انا بقول ان هي لا تصلح لهذا العدد عدد تم تعيين مع حركه المحافظين الاخيره تم تعيين حوالي 8 نواب اعتقد 8 نواب محافظين جدد خمسه او خمسه تقريبا بيعاونوا المحافظين رجاله. طب النهارده ما دي كوادر بتعد للمرحله اللي بعد جايه وياخدوا يكتسبوا خبرات ويكتسبوا سوق العمل ويكتسبوا الشارع ومشاكل الشارع وبالتالي هيصبحوا في لهم دور في بعد كده طبيعي. فالنهارده احنا بنقول انا مش بتفق في هذا الكلام بتفق بقول ندي فرصه مفيش حاجه في حاجه النهارده اما الست هو هذا المنصب الرفيع ان شاء الله هيبقى تقلب النجاح واللي يحكم عليها اهلها وشعبها بالظبط كده ده من ضمنها. النهارده هنقول مش يعني بيمثل او شخص يعني وراجل واحد النهارده لا ما بيمثل فرد مع برضه هتلاقيه بيقاس عليه كده كتير. انا حضرتك بتمثل فرد برضه تمام. انا بقول انا بقول النهارده احنا النهارده معانا الاستاذ عفاف من الجيزه معلش استاذ عفاف. ايوه السلام عليكم استاذه فريده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحييكي وبحيي ضيوفك. ربنا يخليكي. بس انا بستاذنك كان عندي اقتراح برضه يخص المراه. ايوه. ان الراجل لما يتجوز الست يعني لما يتزوج اقترح ان يتعمل يعني يكون في قانون يخليه يفتح لها ملف معاش ويدفع قسط معاش للست دي للعمر معاه. يعني لو دفع كل شهر 50 جنيه 100 جنيه بعد كده اتطلقها توفاها الله سابها وماشي او اي حاجه يبقى دي نفقه معاها ليها ولاولادها حتى ولو سابها وما نفقش عليها وعلى الاولاد. يعني انا افترض دي فكره جميله بقى دي فكره جميله اصل احنا النهارده ده اكبر بكتير من يعني انا موافقه ان الست تمسك قيادات وكل حاجه لكن بالنسبه للبيت واحنا صغيرين البيت ومشاكل البيت والفلوس والحاله الاقتصاديه والتعليم والمدارس كل ده من غير مقابل. طب ما نخلي الراجل بقى يساعد الست دي يعمل لها ملف معاش تامين ليها هي في حياتها. ما لا دي ناحيه شرعيه بالظبط لا والنفايات طبعا انت رايك بشكرك عليه لكن لا مش رايي نظمت علاقه زوجيه ولا لا هو الست لما بيحصل انفصال بيبقى في ناس قرارات اكيد وفي نفت متعه ونفت مخاصره وبعدين انا رايي اتفضلي ان اكبر تحسين للمراه هو ان المراه تعمل تمام بس تمام علمها وظيفتها ان هي تبقى مسؤوله عن نفسها يعني المراه للبعض هو ده تحسين ضيف للمراه ان هي مسؤوله عن نفسها. محمد من البحيره والبحيره ست محافظه انا حاجه كانت ست كانت ست استاذ محمد استاذ محمد اهلا وسهلا تحياتي لحضرتك والبرنامج والقطاع يا اهلا وسهلا. والله بقول لحضرتك حاجه مش حكايه رجل المراه حكايه الكفاءه والاهتمام الزوج اصلا المراه تتقلق. اقول لحضرتك على تجربه شخصيه كان قبل الخطوط ده كان في المؤسسه دي بالراحه عشان نفهم كلامك بالراحه. عمل الطبق ما فيش محافظ في تاريخ مصر عمله. اولا اعلنت رقم تليفونها على الموبايل بتاعها الشخصي وكنا خططنا على بنحل مشاكل وبقى متاخره بعد ما تطلع الليل وبترد على حد وبترد علينا. ما فيش محافظ يقدر يعمل اللي هي عملته. استاذ نادي عبده واعلنت كمان على الموبايل الشخصي بتاعها
في مداخله هاتفيه على الاستاذ معتز دمرداش وفي كل اللقاءات كانت تتكلم عن موضوع شخصي وانا عن نفسي كنت احضر اكتر من مشكله وكانت بتحل يعني تواصل مع المواطن. مفيش محافظ رجل انا بقول اتحدى اي محافظ رجل يقدر يعلن عن موبايل الشخصي انا اتحدى اي محافظ رجل يقدر يعلن شهاده دي شهاده يعني صالحها معناك معناها كانت ست مواطنة يعني سيدة مواطنة بس كانت بتلف كل المراكز وكل القرى في البحيرة يعني مفيش محافظ أقرب أنا بنظر بقول عليه في البحيرة وباخد الفرصة في تاريخ البحيرة هي السيدة رضا عطم بصراحة يعني مسك البحيرة. طيب كويس شكرا واحد من الاستاذ قال جمله مفيده قوي انا بحترمه عليها وبقدره. احنا بنقول ايه ان في 5 نواب للمحافظين تعيدوا انا اعترضت عليهم بالعكس انا فرحان بيهم جدا احنا ده كوادر بقى وتقبل المجتمع ان هو يقبل فكره السر بيقع علينا ان استاذ سمير من القاهره عشان بس مداخله. استاذ سمير اهلا وسهلا. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء الخير فريده هاني. اهلا وسهلا. الحقيقه انا لي عتاب عندك. نعم اتفضل. العتاب ببساطه شديده قوي الموضوع المطروح موضوع منطقي جدا وكل حاجه. نعم. فحضرتك يعني تحيه لضيوفك طبعا بلا تمييز لكن هناك احد الضيوف عقليته لا تتناسب اطلاقا مع القرن 21 اللي احنا موجودين فيه. احنا بنتكلم المرأة كرجل فيما يخص جميع الاعمال كمديرة كوزيرة كأي طبيبة كا وهناك نجاحات بلا حدود لكن انما اقصد دور المرأة في الاختلاف الفسيولوجي عن الرجل فهذا اعتقد يعني مش المفروض حد يطلع على المدى ويكلم الناس يتكلم باسم اهل دمياط اطلاقا مهما كان وقت وانت حضرتك بتمثل اهل دمياط؟ حضرتك بتمثلهم يعني؟ انا حضرتك تفضل التوكيل من اهل دمياط يعني؟ لو سمحت بص لو سمحت انت كنت انت مش عايز القياده 21؟ لو سمحت القياده عندكم في ايه؟ يعني القياده بتاعتك مين؟ اتكلم يا استاذ انا عايز اسالك القياده انت سالت اتكلم لا ده انت على فكره يا ما تاخد رئيس لا مش معقول ايه ده خليك ديمقراطي على الرأي اصل ما تقلناش كده على الهوا كده وقول ان احنا بذكريين وعنصريين وانا مش عايش في القضاء وانت عايش في القضاء 21 عملت ايه انت؟ ايه ده بقى انت بتمشي قدام وانت بتمشي ورا ولا انت اللي قدام؟ حضرتك بتقود على السياره ولا هي بتقود السياره؟ ولا طبيعتك الشخصيه بتقول ايه عشان اعرف افهمك؟ طب اوكي عشان افهمك لو بسالك سؤال شخصي ليك اهو ده اللي جاي ايه ده الحياه ما صحش كده يا باشا زي ما الكل بينتقدوك يعني ما صحش اذا هانم اتكلم اتفضل ممكن لو سمحت اتكلم اقول ببساطه شديده انا مش بتكلم ان انا قيمه وقامه في هذا المجتمع ومن النخبه لكن الفكره ان منطق انسان بهذا المنطق يقعد في بيتهم بصراحه معلش لا بس انا بمثل دمياط او بمثل القاهره انا بمثل مصر لا انا مصري بوجهها الحضاري ايوه استاذ بس في وجهات نظر مختلفه هو ليه وجهه نظر مختلفه عن حضرتك لا فريده هاني دي مش وجهه نظر ده نظرته للمراه نظرة فيسيولوجية وزي ما الأستاذ عرفت تنطقها غالبا بيعامل أهل بيته بطريقة يعني أنت ساكت عندنا بغض النظر إيه الراجل ده؟ أنا بعتذر يا عم اعتذر براحتك يا عم روح شوف حالك إيه الراجل ده؟ عشان بس من حلقة يعني ما ينفعش لازم احنا بنعمل بستمع برضه الحوارات يعني هو يوسف بيقول ده عامل الاهل ازاي؟ لا 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 عامل الاهل ازاي؟ يا امير يا امير ان شاء الله يكون امير اهلا وسهلا تأخير يا فندم انا احب اني حضرتك على البرنامج الجميل القوي الجميل ده ربنا يخليك واحب بس على الساده والساده المشاهدين برنامج ماذا له شكرا ماذا بعد؟ في رد تعليق صغير نعم ونمره واحد احنا بلاش موضوع مجتمعي جاد جدا وهام جدا فبلاش ان احنا نحتاج على بعض في الاستوديو دي نمره واحد نمره اثنين
يعني ده احنا على كده نرفع الصباع للسيد رئيس الجمهوريه اللي هو انصف المراه ان هو اعطاها بعض يعني بعض ما هوش كل بس هي بدون يعني خطوه وهيكمل الراجل هيكمل فعايزين نبص للمراه نظره حضاريه ونظره مجتمعيه احب اقول للاساتذه يا اساتذه المراه اصبحت رئيس الوزراء الكلام ده من زمان في باكستان اصبحت رئيس الجمهوريه اصبحت رئيس وزراء فاحنا مش لسه هنشوف ان المراه هتبقى محافظ ولا مش محافظ انا مؤيد جدا طبعا ان المراه تبقى محافظ ومفيش مانع ان المراه تبقى مع رئيس الجمهوريه انا بحييك يا استاذ امير بحييك جدا ليه ده انت حاطين المراه في شكل معين هو الوعاء الجنسي الكلام ده غلط والكلام ده مظبوط المراه مش نص المجتمع انا احب اعدل على الاستاذ الزميل اللي قال المراه هي المجتمع كله المراه هي الام هي الزوجه هي البنت كلامي انت بتحفظ كلامي وتقوله يا سمير المراه هي اللي بتربي الرجل وبتربي المراه مجلس يا عريض بيقول كلامي مش عارف مش عارف في مجال للمراه ما بتكونش كده في مجال للمراه ان هو بيتكلم اسمع الطبيعي يا زميلي ارجوكم بس اسمعوني الاول وبعد كده اللي عايز يعلق عليا تمام انا للاسف مش ما بشاهدش البرنامج انا بتكلم كده لان انا في مشوار اتفضل لازم نبص للمراه بشكل حضاري يا جماعه احنا سنه 2018 احنا لا احنا لسه في 2018 ولا 2018 ميلاديه لا احنا المفروض بقى خلاص ده في ناس يا اساتذه طلعوا القمر طلعوا القمر من زمان واحنا لسه بنناقش ان المراه ينفع تبقى محافظ او من عدم ده كلام فانا اشكر حضرتك يا استاذه فريده على طرح هذا الموضوع اللي انا في وجهه نظري الموضوع داخل بالمعلومات بالمشاعر الفتواضه وكل هنا بيمدح بما فيه في الاخر وده مكتبك ايه راجل ولا ست يا استاذ وحتى بتربيته لازم نقول على كده ما هو يعني هو يقولوا كلام ويقولوا حاجه ثانيه بقى ان شاء الله ربنا يسعدك بقى ان تقولوا ما لا تفعلون هي كيان مستقل يا جماعه احنا لازم يعملوا حاجه يقولوا حاجه ثانيه خلاص سيبوا رايه وده حسب عليه يعني اذا كان بالصحه والغيب يعني يا فندم بيقولوا كلام وفي حياتهم الشخصيه بيعملوا حاجه ثانيه ماشي يا فندم اي راجل في الدنيا يخلف ولد وبنت لو ولد صغير يبقى هو القايم على البنت الو معايا يا جماعه ايوه هو معاك يا استاذ تمام يا زميل اتفضل هو الصوت مش واضح بس الصوت ايه يا راعي الصوت بيقطع هي بس هرجع في دخلات مع حضرتك يا دكتوره وقطع تقريبا مين ده سيدة عبد الله من الألبية اهلا بيك يا فندم اهلا وسهلا مساء الفل زي حضرتك يا كابتن فريد انا بحبك جدا ربنا يخليكي ربنا والله العظيم اي برنامج حضرتك بتحضري فيه انا ما بتحركش الله يخليكي بحترم حضرتك وبعيد لك وبحترم جدا الله يخليك الف شكر ست من الستات المحترمين اللي في الدوله اللي هم فعلا يعني فعلا وطنيين جدا الف شكر وانا بقول لحضرتك ان افضل واحده بتحكم هي الست بدليل ان فريق الرئيس ما غيرش في الوزراء اي ست غير وزراء غير رجاله بدليل ان عارف ان الستات ناجحه والست اي ست بتمسك نفسها بتطلع ولادها دكاتره ومهندسين مفيش راجل بيمسك الولاد من بلده بيفشل ولاده وبيعلمهم كل شيء غلط تعلم ولادها الصح والكل مين ده اللي عنصري ده؟ انا عايزك تحكم يا دكتور سيده نجمه ناجحه جدا في المحافظه بتاعتها ونتمنى ان ثلاث ترم على المحافظين يبقى ستات وانا بقول لحضرتك الاستاذ الواحد ده من التعليم الاخواني لان الاخوان هم كلهم دول انا اخواني انا بقول لك اخواني لان هم ضد المراه لا مش ضد المراه الرجاله الاخوانيين بيبقوا ضد المراه وعايزين الست تبقى خدامه في البيت واحسن حاجه للست انها تتوظف بالظبط تشتغل والله هو مش اي ست بتمسك البيت بتنجحه
بالظبط. حد حد عارف الكلام ده؟ وحد قال ان دور المراه ست المراه دي فوق دماغنا كلنا؟ ست المراه المصريه بالذات كمان هي افضل سنسان ارض على وجهه نظر عشان خاطر وقفت معانا وان هو 30 وقفت 36 ما كنا نعم. طب اعمل ايه؟ احنا احنا نسينا ان كانت الدكتوره منال محافظه الدمياط كانت نائبه محافظه الجيزه. يعني يعني مش ما فيش مش اختيارات كده من الاكاديمي للعمل العام. هي المراه بتختار اصلا يعني النهارده ان هي طالعه بيكون في معايير لاختيارها سواء محافظ او طالعه مؤهله في الوزاره. يا دكتوره هي الدكتوره منال محافظه هو اللي ما بيديلكش كل الصلاحيات قبل ما تنصب قبل ما تبقى محافظ لدمياط. هسمع ما اذنك يا استاذ احمد. كانت نائبه لمحافظه الجيزه فيعتبر النهارده دي يعني سيده مدربه وعندها من خبره انها تدير المحافظه وعندها وبالتالي يعني تم اختيارها بالتاكيد بمؤهلاتها وعملها العام اللي كانت شغاله فيه في محافظه الجيزه وبالتالي ان شاء الله نتمنى لها النجاح ومع شعب محافظه الدمياط ان شاء الله. انا عايز اقول يا فندم البنت زي الولد. ايوه معلش كمان محدش مختلف تماما على كده. حضرتك مختلف. انا مش اختلفتش على دور المراه. انا من اكتر الناس اللي بتقايف ازاي تبقى محافظ لما تبقى رئيس الوزراء هتعمل ايه؟ احنا بنقول اولا الست ما تنفعش في مصدر في مركز قيادي زي ما كانت ما جاتش في الوقت ده في الظروف دي مش المراه لها كل المقاومات. احنا على التعيين اللي هو بصوره تكريم. وبعدين اقول على حاجه وانا اعترضت يا جماعه على فكره الدستور المصري حمدي من الدقهليه. حمدي من الدقهليه وانا قلت مفيش مساواه. انا قلت انت حكمت عليها ليه؟ استاذ حمدي اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا. اهلا استاذ فريده. يا اهلا يا استاذ حمدي. مساء الخير. مساء الفل. الله يخليك يا الاستاذ اللي جنبك ده يعني ده مش عارف يعني ده معلش انا اسف يعني محامي متعلم ولا ايه بالظبط يعني قاعد يرد على الناس بكل عنجهيه وكل يعني انا مش عارف انا مش عارف بصراحه اسميه ايه صراحه يعني ايه ده شويه كده على الناس الناس فيها المتعلم وفيها الرجل العام بس اللي بيفهم اكتر منه فالمفروض يبقى في عنده معلومه كده يفهمها للناس بالراحه بالظبط. واحد انت فاهمنا بتفهمنا ازاي دلوقتي كده يعني حضرتك بتفهمنا ازاي؟ هتعلمنا الادب؟ هتعلمنا الادب يعني. الموضوع مش موضوع خناق ولا صراعات، احنا بنتكلم كلام موضوعي، كل واحد بيطرح وجهه نظر. وانا قلت حاجه. كل واحد بيطرح وانا قلت حاجه. انا عصبيه على حد. احنا مش ست فوق دماغنا مش في حاجه، وقلنا ان الست دي ليست مصالحها من وجهه نظر انا وجهه نظر ناس كتير. ما قلتش سبب هذا الموضوع قلت عشان بتحكم بمشاعرها الفكره قبلها من المجتمع عندها مشاكل كتيره اولى ان هي تراعيها. لا لا دي حاجه كمان مش عارف ولا حاجه بدل ما ندور على حاجات من مشاعرها دور في العقل برضه يعني يعني برضه احنا النهارده كان عندنا ملكات يجي النهارده الاستاذ يقول لك ايوه كان عندنا ملكات لما كانوا صالحين لملكات في تربيه مظبوطه وفي الاخلاق مظبوطه. هو منصب المحافظ ده منصب على الله يعني هي الخبره الخبره تجربه الناس. مين قال ان هي مش عندها خبره؟ مين قال انها ما عندهاش خبره؟ هو حكمت عليها يبقى الراجل ده فرصه عدو المرأه مش عدو المرأه. حكمت عليها فشل ليه؟ في الفشل المسبق ليه؟ النهارده السيده يا استاذه دكتوره فريده خلاص مش كده ولا ايه؟ ميشيل اهلا وسهلا استاذ ميشيل. اهلا وسهلا. اهلا بك مساء الخير. مساء النور. مع احترامنا للمجموعه اللي قاعده مع حضرتك انا شايف ان هجوم جامد قوي قوي على المراه ما يستحقهوش. نعم. المراه النهارده يعني نفتكر انها ممكن تبقى رئيس جمهوريه كمان لكن الشخص اللي على شمال حضرتك ان يقول لك المراه مش مجهزه والمراه عندها مش عارف مشاكل والمراه عندها بيتها وعندها ده كلام عادي خالص من الصح. ده عايش في عالم تاني خالص مش عايش في مصر. وبعدين انا عايز اقول حاجه بقى للشخص ده بالذات. لما تعينت الاستاذه الدكتوره في محافظه البحيره ما حصلش ليه الهجوم ده علينا زي الهجوم ده؟ عايز افهم يعني. حصل. مش عارفه ليه حضرتك؟ عشان دي مسيحيه. فعشان كده حصل الهجوم عليها. ملهاش حل تاني لكن الراجل اللي ما يتكلمش والمرأه وراه الكلام ده طبعا مش هيعجبكم كلكم.
لكن هو الاعتراض كله عشان انها واحده مسيحيه عايزه تبقى لا 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 زي ما احنا شايفين لا 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 هي دي الحقيقه لا مش الحقيقه خالص كده لا مش الحقيقه خالص يا استاذ مكرم على خالتي خدت والده وعرفت قد ايه بالعكس لكل حد وكل نفسي مسيحيين لا لا مش مسيحيين لا انا بحير ايه كده خدت كلهم كلهم يا وطن انت محتاج تتفرج على حالات ايه اسمع الكلام واطلع كده وبان زي ما قال الاخ انك اخواني انت اخواني ومتعصب كمان متعصب عشان ما تديش المرأة كل الصلاحيات الصلاحيات واحنا فرح المرأة تشيل المجتمع كله احسن مني ومنك انا اشتغلت في الاحياء واشتغلت مع الستات لما واخذه كانوا شايلين الحي كله طبعا اكثر من 100 راجل طبعا وهي ايه انا كنت لكن بقى المحافظ لا كان المديره بتاعتي مهندسه كان شايل حي على البسيطه ده كله على دماغها طب المحافظ ده المرأة عندها مشاكل وعندها ايوه يا حبيبي السيدة المصرية ده قائدة في القاهرة كمان السيدة المصرية قامت بثورات كتير في المجتمع السيدة المصرية ابونا فاطمة السيدة المصرية اللي احنا حافظينه محدش قال محدش قال لا طبعا احنا في المصرية ومسيحيين ومسلمين لا 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 ده كلام احنا نسيب واحد احنا لا احنا شعب واحد طول عمرنا بندافع ان احنا شعب واحد انت بتفكر ازاي وهي دي العنصرية بقى والست ما كانتش تاخد كل الصلاحيات وكل من حقها كل حاجه دكتور نص يبقى الراجل حقه جواها والراجل المساواه بين المراه والرجل ده الدستور المصري أيوة. اللي هو ابو القانون كله وابو كل التشريعات ولا عارف الدستور المصري يعني ابو كل التشريعات الدستور المصري ما في في نظر على المساواه وعلى حريات وعلى حريه الراي وحريه التعبير وعلى تولي القيادات وعلى كل شيء مساواه كامله في الحقوق والواجبات والالتزامات مواطن مصري ومواطنه مصريه على كل حاجه كل واحد له حق احنا بنتمنى للمحافظه محافظه دمياط ان شاء الله تنجح ان شاء الله تنجح لا ما حدش هيحاربها بقى لا انا ده النهارده مساعده لا ما تقولش كده لا الحرب المسبق الحرب المسبق ونقول ان هي لازم تاكل ايه ده ده ليه هي شغلها هتحدث عنها شغلها النهارده شغلها يتحدث عنها يبقى يبقى احنا النهارده قولي لنا اللقاء برده محل تاني باذن الله وبنسلم المجهودات سعيد سعيد من الجيزه استاذ سعيد استاذ سعيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك كلكم جايين على الاستاذ ايمن ليه؟ الاستاذ ايمن بيمثل قطيع من المجتمع. جزء من المجتمع نفس تفكيره نفس تفكير الاستاذ ايمن. ايوه. الاستاذ ايمن ما عندوش غلط، الاستاذ ايمن بيتكلم على قيادات معينه، الست تمسك جميع المناصب ما اختلفناش، بس لو في قعده عرب في ناس معينه في المحافظات كبيره ما بتحبش تبقى قاده ست. تمام. طبعا. طب نعمل ايه يا استاذ؟ يا استاذه انت على يعني نعمل استنى بس نعمل ايه يعني نستسلم للفكر ده ولا نحارب اول الفكره اهي اول الفكره وانتوا كراجل مظبوطه الثقافه بتاعتنا احنا الثقافه الشرقيه متطوره لسه ما وصلتش للموضوع ده ما كانتش كده لسه الثقافه الشرقيه بتاعتنا احنا عايزين الثقافه الرياضه للرجاله عايزين الثقافه المصريه الثقافه المصريه دي حركه الاعلام والصحافه وحضرتك استاذتنا وده دور حضرتك ودور الاعلام ودور الدوله والمؤسسات ودور رجال الدين قبل كل حاجه سواء المسلمين او المسيحيين يفعلوا دور المراه لكن المجتمع مش قابل حضرتك تكون طب ما احنا مش احنا ما نحكمش على حاجه في ايام احنا بنحكم المشاكل السياسيه تقعد معاهم هو مثل المحافظ ده من يوم وليله كده ولا بيبقى على دراسه عايز اقول انه في لازم يبقى عندنا ثقه في الشعب المصري تمام والثقه في اخلاقيات الشعب المصري يعني لما تيجي محافظه ست او ست مش محافظه وتقعد مع رجاله لازم يحترموها لان هو يبقى محترم لو هو بص لها نظره دونيه او لو هو بص لها على انها هي انثى وهو ذكر فقط يبقى ده حاجه يعني فعلا منفره ومدانه للمراه ولا عيب في الراجل في الشعب دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي بنقول عشان نفهم الناس ان احنا مع ان احنا يبقى فيه ثقه متبادله يبقى فيه يعني مفيش نظره ده راجل وده ست في انسان
ربنا قال خلق الانسان، ما قالش خلق الرجل وخلق المرأة. غير المجتمع اللي فات المجتمع مقومات اهل بالممارسة، مش هيتقال يا حضرتك قاعد تقول لا ده لازم وده مش لازم، او انا اقول مثلا ده لا يعني ده غير المدير الدين في الاعلام عشان نفهم الناس العروض. احنا النهارده اهو ساهمنا مش كل الستات بتتكلم بقدر متواضع، وان شاء الله المؤسسه الدينيه بتاعتنا اللي هي الازهر الشريف هتبقى مع المراه وتكريم المراه لانها حسب الشريعه، وان شاء الله رئيسنا رئيس عظيم طبعا يعني جه يكرم المراه ويديها دورها والمجتمع بتاعنا كله صح هيتكرم عامل المراه عامل المراه تكريم المراه الحقيقه على مراحل التكريم للمراه ده احنا خلاص بقى يعني خدنا وقت شرف حضرتك الله يخليك ناصر الخطاب المحامي بالنقد والدستوريه الاداريه العليا الاستاذ ايمن محفوظ المحامي والاستاذه ولاء عدلي سيد محاميه الاستئناف العالي عضو اتحاد المحامين العرب. اهلا بيك. دي عايزين بقى وطن عربي واحد. وبشكر الساده المشاهدين، وان شاء الله يعني يا رب تكون الحلقه عجبتكم، والى لقاء قادم باذن الله. تصبحوا على خير.